على الطلاق راجل محترم ماشي. العلبة دي بكام بقى؟ ب32,000 جنيه بس. كيس الصلصة ده ببلاش عشان مع العلبة طبعا، مش ناقصة غباء. والمعلقة دي برضو مع العلبة، متستهبلوش، مش ناقصة، مش ناقصة تخلف. ده منظر العلبة أول ما فتحناها، تمام. طبعا ايه مكرونه قليل، اقول لها هات واحد تربو ساده زياده. الدقه هنا شكلها غريب شويه، مش ميه زي ما احنا متعودين عليها، بس ريحتها حلوه بصراحه بصراحه، عشان ايه شهاده حق. ده الخديوي فرع المطرويه، فرع الايه المطرويه، تفاكسين دقه والله. وادي معانا الورد، التقليه، انزل بالتقليه، سلام سلام. الله اكبر الله اكبر والله. حبه حمص بصراحه ايه كتار. وادي الصلصه اهي، يلا ننزل 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 ننزل، هوب هوب هوب. سلام سلام سلام. يا لهوي، يا نهار اسود. انا اسف انا اسف، خلاص نقفل على كده بقى.